سعادة السفير تازي، فيما يتعلق الآن بالتعريف بثقافتنا بعاداتنا، ما هي ورمضان أقصد، ما هي الآليات التي يمكن أن ربما نعرف بها هذه الثقافة، هذه العادات من خلال الدبلوماسية الثقافية؟ بمعنى آخر، ما هي أسس هذا التعريف بثقافتنا وعبر أي قنوات برأيك سعادة السفير؟ الآن أبدأ لو سمحتي بتعريف بسيط ومختصر للدبلوماسية أولا، لأن قبل أن أتحدث عن الدبلوماسية الثقافية التي تسمح بالتعريف بتقاليد وعادات المغرب وموروثه الثقافي، يجب أن أتحدث عن الدبلوماسي أولا. والدبلوماسي هو جندي، وجندي يدافع عن مصالح بلده بكل ما أوتي من قوة، من خلال يعني معرفته أولا وقبل كل شيء لتاريخ بلده وواقعه والتوجهات السياسية العامة التي يرسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للبلد وللسياسة الخارجية، درايته الدقيقة بقضايا بلده، يجب أن تكون له دراية حثيثة بجميع القضايا المرتبطة ببلده وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، القدرة على إقناع المخاطب، هذه سمة أساسية عند الدبلوماسي، يجب أن تكون له تلك الملكة لكي يبين لمخاطبه ما هو المقصود من أطروحاته، ما كيف يمكن أن يدافع على وجهة نظر بلده وموقفها. هناك كذلك إتقان اللغات وكذلك المعرفة الحثيثة بشؤون البلد الذي يشتغل فيه أو هو معتمد لديه، وفي آخر المطاف عليه أن يعطي صورة مشرفة لبلده من خلال أسلوبه، من خلال هندامه، من خلال كلامه. هكذا يستطيع الدبلوماسي أن يروج لصورة المغرب ولثقافة المغرب ما يسمى بالقوة الناعمة، القوة الناعمة أي soft power، والتي تشتمل على ذلك الموروث الثقافي والرصيد المعرفي. فكلما اغتنى رصيد الدبلوماسي المعرفي إلا وتمكن وتيسرت لديه أدوات تنبير صورة المغرب والدفاع عن ثقافته والتعريف بتقاليد البلد.